فكانوا دول الامريكان يمثلون الحكومه والبنك وزاره الخزانه الامريكيه، فجردوا اموال العراقيين في ثلاث دول: لبنان، دبي، الاردن. انا التقيتهم قبل ثلاث سنوات بالاردن. قالوا الاموال العراقيه اللي موجوده، اتذكر يعني بالاردن 11 مليار دولار. طبعا مو بالضروره تكون مستثمره لهم، لا لا لا، بالبنك مهربه، لا 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 لا، فلوس للعراقيين. هسه مو بالضروره يكونوا كلهم سياسيين، أملاك يعني شخصية. املاك شخصيه، بس بيهم نسبه كانوا يفلتروها ايش قد سياسيين وايش قد كذا. وكان 13 مليار في بيروت، وكان 9 مليار في دبي. هذه يعني مطلع عليها بدل امريكا، ما مطلع طبعا باسماء، مطلع بارقام. فبعدين هم خذوا يدققون هسه لوين وصلوا. ما انا اقول اليوم تتكلم عن هذه 33 مليار دولار طالعه لهذه الدول. هذه لو موجوده بالعراق شو نسوي؟ هسه ما نقول احنا يعني كلها مهربه، لا، اكو ناس فلوسها وكذا، لكن هذه اذا اشتغلت بالعراق ووفرناها لهذا، لماذا؟ لهذا انا اقول لك كان الافضل ان نوقع اتفاقيه، لو كلهم حاضرين نسوي اتفاقيه، الجامعه العربيه هي تكون طرف والدول العربيه كلها الطرف الاخر. تجي نقول يابا انه اليوم مثل ما وجب الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اليوم انا جنسيتي لاي دوله بالاتحاد الاوروبي، عندي حساب في بنك، عندي مشكله في اي دوله اخرى راسا على الكمبيوتر يطلع عن ايش قد حسابي في المانيا او في فلان مكان وتنسد المشكله. اليوم هاي الدول العربيه بهذه الاتفاقيه نسوي الحسابات، اليوم اي واحد من اي عراقي يعني عنده حساب ببنك الرافدين يطلع قدامه اذا عنده حساب في بنك دبي او في بنك بعمان او في بنك بكذا وتعرف. لكن احنا حقيقه ما نريد ان نكون بخطوات عمليه لمكافحه الفساد. ليش؟ لان الفساد الموجود ترى هو فساد سياسي. استاذ بهاء، انت شغلت مناصب مهمه، انت كنت رئيس هيئه النزاهه البرلمانيه، واشتغلت نائب رئيس الوزراء وصاحب قرار وقريب من القرار وابن الكالوس السياسي. مشكلة العراق ليس في عقد اتفاقيات باشر يوقعون اتفاقية، المشكلة بالإرادة السياسية الضاغطة التي لا تقبل. لا لا، أنا أقول عقد محاسبة الفاسدين. أنا أقول أحسنت، هو من مع، أنا أقول عقد اتفاقية للشفافية، لأن شوف ساد نجم أو سيد بهاش عنده ما عنده في الإمارات، في عمان، في كذا، نحكي على الدول العربية وبعدين نخرج إلى الآخرين الدول الأوروبية. هذا طالما ما نخطبي، لانه احزاب اليوم كثيره، اليوم تقول لك اغلب الاحزاب تستثمر في دول المجاوره اكثر مما تستثمر باسر فلوس. لو باقوا شغلوا واستثمروا في العراق هم ترجع للعراق في بعض الشيء، لكن استثمروا برا. لو استثمارات تشوفها في ايران وفي الامارات وفي حتى الاردن وفي لبنان، هذه الاحزاب ترى هاي المصارف الموجوده خلينا نعرفها، حكينا بها لسنوات كثيره ما نريد نعيدها، لكن هذه حقيقه.